أخبار الأيام التاني 13. في السنة 18 للملك يربعام ملك أبي على يهوذا، ملك 3 سنين في أورشليم، واسم أمه ميخاية بنت أوريئيل من جبع. وكانت في حرب بين أبي ويربعام، وابتدى أبي في الحرب بجيش من جبابرة الحرب 400,000 راجل تم اختيارهم، ويربعام وقف صفوف عشان يحاربه 800,000 راجل تم اختيارهم جبابرة قوة. ووقف أبي على جبل سمرايم اللي في جبل إفرايم وقال: اسمعوني يا ربعام وكل إسرائيل، ملكوش إنكم تعرفوا إن الرب إله إسرائيل إدى الملك على إسرائيل لداود من غير نهاية ولولاده بعهد ملح؟ فقام يا ربعام ابن نباط عبد سليمان ابن داود وعصى سيده، فجمع له رجالة بطلين ولاب بليعال وجمدوا على ربعام ابن سليمان، وكان ربعام صبي قلبه رقيق فما ثبتش قدامهم. ودلوقتي انتوا بتقولوا انكم تثبتوا قدام مملكة الرب اللي اسسها على ايد ولاد داود، وانتوا جمهور كتير ومعاكوا عجول ذهب عملها يربعام ليكوا آلهة، مش طردتوا كهنة الرب ولاد هارون واللويين وعملتوا لنفسكوا كهنة زي شعوب الاراضي؟ كل اللي جه عشان يملى ايده بتور ابن بقر وسبع كباش بقى كاهن للي ما هماش آلهة؟ واما احنا فالرب هو الهنا وما سبناهوش، والكهنة اللي بيخدموا الرب هم ولاد هارون واللويين في الشغل، وبيولعوا للرب محرقات كل صبح ومساء، وبخور أطياب وعيش الوشوش على الترابيزة الطهرة، ومنارة الذهب والمصابيح بتاعتها عشان يولعوا كل مساء، لأننا إحنا بنحرس حراسة الرب إلهنا وأمنته فسبتوه. وهو الله معانا رئيس، والكهنة بتوعه وأبواق الهتاف عشان نهتف عليكم. فيا ولاد إسرائيل ما تحربوش الرب إله أبهاتكو لأنكم ما تفلحوش. ولكن يا ربعام خلى الكمين يدور عشان يجي من وراهم، فكانوا قدام يهوذا والكمين وراهم، فتدور يهوذا وفين والحرب عليهم من قدام ومن ورا، فصرخوا للرب وبوق الكهنة بالأبواق وهتف رجالة يهوذا. ولما هتف رجالة يهوذا ضرب الله يا ربعام وكل إسرائيل قدام أبي ويهوذا، فانهزم ولاد إسرائيل من قدام يهوذا وزقهم الله في إيدهم وضربهم أبية والناس بتوعه ضربة عظيمة، فوقع 500,000 راجل تم اختيارهم مقتولين من إسرائيل. فتذل ولاد إسرائيل في الوقت ده وتشجع ولاد يهوذا لأنهم اتكلوا على الرب إله أبهاتهم. وطارد أبية يا ربعام وأخذ منه مدن بيت إيل والقرى بتاعتها وياشانة والقرى بتاعتها وعفرون والقرى بتاعتها، ومجمتش يا ربعام بعد كده في أيام أبية، فضربوا الرب ومات. وتشدد أبية وخد لنفسه 14 ست وخلف 22 ابن و16 بنت. وبقية أمور أبية والطرق بتاعته وكلامه مكتوبين في تفسير النبي عدو.